في شريط الفيديو السابق اتخذنا سلسلة ماكلورين لجيب تمام إكس، نحن نقربه باستخدام متعدد الحدود هذا، ورأينا هذا النمط الجميل. دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع العثور على نمط مماثل لو كنا في محاولة لتقريب جيب إكس باستخدام سلسلة ماكلورين. ومرة أخرى، سلسلة ماكلورين هي في الحقيقة نفس الشيء كما سلسلة تايلور، أين نتمركز في تقريبنا حول إكس تساوي صفر، لذلك هذه هي حالة خاصة من سلسلة تايلور. لذا دعونا نأخذ f x في هذا الوضع لتكون مساوية لجيب x. إذن f x الآن تساوي جيب x، ودعونا نفعل نفس الشيء الذي فعلناه مع جيب تمام x. دعونا فقط نأخذ اختلاف المشتقة لجيب x بشكل سريع. لذا إذا كان لدينا المشتقة الأولى لجيب x هي جيب تمام x، والمشتقة الثانية لجيب x هي مشتقة جيب تمام x والتي هي سالب جيب x. المشتقة الثالثة ستكون مشتقة هذا، ولذلك فإنني سوف أكتب فقط 3 بين قوسين هنا بدلا من كتابة فتحة فتحة فتحة. إذن المشتقة الثالثة مشتقة هذا التي هي سالب جيب تمام x، والمشتقة الرابعة هي مشتقة هذا والتي هي موجب جيب x مرة أخرى، لذلك ترى تماما مثل جيب تمام x، إنها نوع من الدورات بعد أن تأخذ المشتقة ما يكفي من الوقت. ونحن نهتم من أجل سلسلة ماكلورين، نحن نهتم حول تقييم الاقتران وكل من هذه المشتقات عند x تساوي صفر. لذا دعونا نفعل ذلك، ولهذا اسمحوا لي أن أفعل ذلك بلون مختلف ليس نفس الأزرق، ولذا فإنني سوف أفعل ذلك بهذا اللون. إذن F أعتقد أنه من الصعب رؤيته، لذا دعوني أفعل هذا بلون أزرق آخر. إذن F الصفر في هذه الحالة هي صفر، و F فتحة المشتقة الأولى تقييمها على صفر هو واحد، جيب تمام صفر هو واحد، سالب جيب الصفر سيكون صفر. إذن إف فتحتين المشتقة الثانية تقييمها على صفر هو صفر، المشتقة الثالثة تقييمها على صفر هو سالب واحد، جيب تمام صفر هو واحد ولديك سالب في الخارج هناك. إذن سالب واحد، والمشتقة الرابعة تقييمها على صفر ستكون صفر مرة أخرى. يمكننا أن نستمر مرة أخرى، هناك نمط صفر واحد سالب واحد صفر، ثم إنك ذهب إلى العودة إلى موجب واحد، وهكذا دواليك. لذلك دعونا نجد تمثيل متعدد الحدود لها باستخدام سلسلة ماكلورين. مجرد تذكير واحد هنا، هذا كان تقريبا جيب تمام x، وسوف تحصل على أقرب وأقرب إلى جيب تمام x. أنا لا أظهر لك بدقة مدى القرب، وهذا هو بالتأكيد الشيء نفسه بالضبط كما جيب تمام x، ولكنك ستحصل على أقرب وأقرب وأقرب إلى جيب تمام x. كما يمكنك الاحتفاظ بإضافة عبارات هنا إلى ما لا نهاية، أنت ذاهب لتكون إلى حد كبير على جيب تمام x. الآن دعونا نفعل نفس الشيء بالنسبة لجيب x، ولذا فإنني سوف أختار لون جديد، هذا الأخضر يجب أن يكون لطيفا، لذلك هذا هو PLX الجديد. إذن هذا تقريبا سوف يكون جيب x، كما نضيف عبارات أكثر وأكثر، وبالتالي فإن العبارة الأولى هنا f الصفر هذه ستكون صفر، لذلك نحن لن نكون بحاجة إلى تضمين ذلك. العبارة التالية ستكون f فتحة لصفر والتي هي واحد ضرب x ما يساوي x،
ثم العبارة التالية هي إف فتحتين للصفر التي نراها هنا هي صفر. اسمحوا لي أن أنتقل لأسفل قليلا، إنها صفر، لذلك نحن لا نملك أي عبارة ثانية. هذه العبارة الثالثة هنا، المشتقة الثالثة لجيب إكس، تقييمها على صفر هو سالب واحد، لذلك نحن ذاهبون ليكون لدينا سالب واحد. اسمحوا لي أن أنتقل لأسفل حتى نتمكن من رؤية هذه. في هذه الحالة سالب واحد ضرب ثلاثة للقوة ثلاثة تقسيم ثلاثة مضروب، إذن سالب إكس للقوة ثلاثة تقسيم ثلاثة مضروب، ومن ثم العبارة التالية ستكون صفر، تلك المشتقة الرابعة، ذلك تقييم المشتقة الرابعة على صفر، المعامل التالي، ونحن نرى أن هذا سيكون صفر. إذن ما الذي أنت ذاهب لرؤيته هنا؟ فعليا ربما لم تكن قد فعلت ما يكفي من العبارات الحيوية بالنسبة لك لتشعر بالرضا عن هذا. اسمحوا لي أن أفعل أكثر، عبارة واحدة هنا فقط حتى يصبح واضحا. المشتقة الخامسة لإكس ستكون جيب تمام إكس. مرة أخرى المشتقة الخامسة، اسمحوا لي أن أفعل ذلك بنفس اللون فقط حتى تكون متناسقة. المشتقة الخامسة عندما تقيم على الصفر ستكون واحد، إذن تقييم المشتقة الرابعة على الصفر صفر، ومن ثم نذهب إلى المشتقة الخامسة تقييمها على الصفر سيكون موجب واحد، وإذا ظللت تفعل هذا سيكون موجب واحد ضرب، كنت أود أن أكتب واحد كمعامل، ضرب إكس للقوة خمسة تقسيم خمسة مضروب، لذا هناك شيء مثير للاهتمام يحدث هنا. ولجيب تمام إكس كان لدي واحد أساسي، واحد ضرب إكس للقوة صفر، ومن ثم ليس لدي إكس للقوة الأولى، ليس لدي إكس لقوة فردية فعليا، ثم لدي فقط إكس لكافة القوى الزوجية، حتى ومهما كانت القوة فأنا أقسمه على هذا المضروب، ومن ثم نحتفظ بتبديل الإشارة، وهذا هو. لا ينبغي أن أقول هذه قوة زوجية لأن الصفر في الحقيقة ليس كذلك. حسناً، أعتقد أنه يمكن مشاهدته كرقم زوجي، سوف أخوض بكل ذلك، ولكنه في الأساس 0 2 4 6 وهكذا دواليك. لذلك هذا ممتع بشكل خاص عند مقارنة هذا. هذه هي كل القوى الفردية، وهذا هو X للقوة 1 تقسيم 1 مضروب، أنا لم أكتبه هنا وهناك، ناقص X للقوة 3 تقسيم 3 مضروب، زائد X للقوة 5 تقسيم 5 مضروب. نعم الصفر سيكون عدد زوجي. على أي حال يبدو أن عقلي في مكان مختلف الآن، ويمكنك أن تستمر إذا وصلنا هذه العملية حتى الوصول إلى X للقوة 7 تقسيم 7 مضروب، زائد X للقوة 9 تقسيم 9 مضروب. إذن مرة أخرى يوجد شيء ممتع هنا، مرة أخرى نرى هذا النوع من التكامل الطبيعي بين الجيب وجيب التمام. هنا ترى هذا تقريبا، إنهم يملؤون فجوات بعضهم البعض هنا،
جيب تمام X هو جميع القوى الزوجية لـ X مقسومة على مضروب تلك القوى. جيب X عندما أخذنا تمثيل متعدد الحدود لها إنه جميع القوى الفردية لـ X مقسومة على مضروب تلك القوى. ويمكنك تحويل الإشارات. في الفيديو التالي سأقوم بعمل E للقوة X، وما هو رائع حقا أن E للقوة X يبدو وكأنه جزء قليل من مجموعة هنا، ولكن ليس تماما، وأنت في الحقيقة سوف تحصل على مجموعة عندما تشمل الأعداد الخيالية. على أي حال أراكم في العرض التالي.